موجز الأخبار من اليوم السابع مباشر، مرحبا بكم. أبو الفتوح لمشايخ القبائل لا وجود للوحدة الإسلامية بدون العربية. البنك المركزي الاحتياطي النقدي تراجع بنسبة 38.4% خلال 7 أشهر. اشتباكات بين أنصار عكاشة ومتظاهر التحرير أمام السفارة الأمريكية. نادر بكار يلقي خطبة الجمعة بمدينة نصر ويرفض الكلام عن حزب النور داخل المسجد. النقابات المهنية تحذر من اغتيال دورها في تأسيسية الدستور. فوز شاكر البنا بمقعد نقيب الزراعيين بالإسماعيلية. وقفة للعشرات أمام السفارة الأمريكية للمطالبة بطرد السفيرة الأمريكية. مسيرة من مصطفى محمود للتحرير للإفراج عن النشطاء السياسيين. وزير الداخلية يستقبل سفيري السعودية والهند لبحث التعاون المشترك بين البلدين. موسكو ترفض مشروع أمريكي حول سوريا وتعتبره غير متوازن. وزير خارجية ألمانيا يأمل في سقوط النظام السوري قريبا. والمرزوقي يصرح تونس مستعدة لمنح حق اللجوء للأسد لوقف قتل السوريين. انتهى موجز الأخبار من اليوم السابع مباشر. شكرا للمتابعة وإلى لقاء متجدد.